الغرض إذن من طلب العلم حمل الناس على جادة الحق. هذا احنا يعني الان ذو اللي درسه وعدنا فقه ادوا هالوظيفة؟ مع الاسف لا، يعني ما اريد اقول ماكو من ادى، لا الحمد لله عدد كبير ادوا هالوظيفة، لكن عدنا عدد ما ادى هالوظيفة. لما طلب العلم وحصل على كمية من العلم رجع الشوى، قام يسخر العلم لأهداف رخيصة. وإلا أرجوك مثلا على سبيل المثال، الزمخشري صاحب الكشاف، الزمخشري رجل يعني هو معتزلي لكن متمكن من الأداء، أفكار غنية، يعني رجل علم مو شخص عادي أبدا. الزمخشري لما يجي إلى الصلاة على النبي صلوا عليه، يقول أن إذا أشركنا الآل مع النبي ما بيها باس، يعني ما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ها إذا أشركناهم مع الآل لا بأس، لكن أفردناهم، مثلا لما أقول حسين صلوات الله عليه مثلا، يقول هذه ميشوغ ليش؟ لسببين. شنو ذن الشببين؟ السبب الأول النهاية بدعة، والسبب الثاني أن يتهم بالرفض، والنبي قال من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن، يعني يقول أن هذا اللي يجي يصلي على الحسين مستقلا أو يصلي على الحسن مستقلا هذا راح يتهم بالرافض. وليش يخلي الناس يتهموا بالرافض؟ ما أكو داعي، فيبطل لا يصلي عليه. هذا كلام عالم بالله عليك، هذا كلام عالم. أنا أقول هذا يستحق أن أقول صلوات الله عليه أو ما يستحق؟ هي صلوات الله عليه شنو يعني؟ الدعاء له برفع المنزلة. أنا لما أقول صلوات الله عليه يعني اللهم ارفع منزلته، شكو بها أنا؟ شاشو أنا أشوف الفكر اللي عندكم، يجي يدعو اللهم احفظ السلطان ابن السلطان، الخاقان ابن الخاقان، ظل الله الأعظم، دريئة الله في الأرض، وتطي ألقاب منا إلى 3 كيلومترات، طيب هاي ما بيها بأس. لكن لما سيد شباب أهل الجنة أدعو له برفع المنزلة هذا يسبب تهمة؟ هذا فكر يحترم بالله عليك، هذا فكر يحترم. أنا أسخر علمي لهذا يعني لأجل جماعة من النواصب الذين يبغضون آل محمد؟ وآل محمد من هم؟ آل محمد ملك المسلمين كافة، آل محمد لكل مسلم يقول لا إله. الحسين حبيب قلوب كل المؤمنين، الحسن حبيب قلوب كل المسلمين، مو محسوب على فئة جماعة خاصة. كان علمي كلما فاردت وتعبت وحصلت على كمية علمي أخليه لخدمة هؤلاء، أجي علمي أسخر به الأسلوب الرخيص.